كل مواطن من الشخص منك من الشخص سميه محمد روبوت هل تأخذ اسمي محمد روبوت؟ ليش هذا ليش نسميه محمد روبوت؟ هذا الاسم علم فيه وكل ما حدا ما حدا قال محمد روبوت يعني شو مع سيدي مال شامسي؟ محمد روبوت خلاص مو مشكلة هذا يبغى هذا الاسم هذا الاسم وصل فيني واليوم وكل يوم افكر فيه ولازم اطلع فيه دام سموني محمد روبوت والناس كذا تقول محمد روبوت خلاص لا اشتغل اسوي روبوت ما عندي شغل اسوي روبوت بديت اشتغل في هالمجال من سنة 2007 لحد نهاية 2006 خصصت مجال الروبوت قبلها كنت اتفرج اشياء في البيت اكسر اشياء اتعلم اشياء سموني كهربائي سموني نجار سموني اي شيء هم اي شيء يقدر قال محمد الشامسي انا اقول كنت لازم اتخصص في مجال ابدع فيه واطلع شيء تبدالي سويت روبوت اتصل فيه بالموبايل اي مكان في العالم اتحكم فيه سويت روبوت يطير سويت روبوت في البرنامج شغلي على روبوت ان شاء الله الحين ادري لكم البحر بعد ان شاء الله لكن هذه الزراعه كلها تقدر تطلع شيء تبدالي ما دام انا سويت هذه الاشياء اقدر اسوي اشياء اكثر واكثر وانا متاكد كل واحد فيكم يقدر يسوي هذا واكثر ويقدر يتحكم ويسوي احسن ما راح اليوم ان شاء الله اشوف رايكم كل الاختراعات اللي سويتها لكن اليوم راح اوريكم اختراع او ملعقه روبوت اشتغلنا في فتره مع الشباب كفريق صنعنا هذا الروبوت واوريكم شو اللي سويناه وشو هذا الروبوت وكيف يتحرك يوم من الايام اتصل فيني شخص اسمه مايكل قال محمد انا جيت الامارات بس ما حصل مكان اشتغل اسوي فيه روبوت بسوي درع بسوي شيء قلت له صح بحاول اشتغل مع بعض مرات الاشياء بسوي بس حاليا ما عندنا مكان فتره يمكن اقل من شهر او شهر تقريبا اتصل فيني شخص ثاني اسمه اسماعيل قال محمد انا قريت عند الانترنت خذ محمد النوتر كولومبو وسيب مونا اجيب لك فصنع فيه اختراعات تسوي روبوتات تسوي الامتحان اذا فكر حلوه ليش لا؟ صار حق مايكل قلت له مايكل في شخص اسمه اسماعيل عنده هالفكره ونبدا نشتغل مع بعض انا فري اليس؟ قال يلا نشوف اجتمع الاسماعيل الاول تلقينا تعرفنا على بعض الثاني وكل يوم فكره ورا فكره فكره ورا فكره يا جماعة خلونا نشتغل أنا فري ها بدو فهمنا أن أنا فري ما راح نتكلم نحن لازم نشتغل ونسوي شيء خلال تقريبا أربع اجتماعات ساعتين في الأسبوع شو سويت؟ سمعنا قلنا كل واحد يجيب الأفراد اللي عنده ونشوف شو نقدر نسوي جلسنا فترة سوينا اشتغلنا مع بعض النتيجة روبوت هذا روبوت يتحرك كل روبوت قوي شو اللي يجي في هذا الروبوت؟ لا لو تلاحظون هذا الروبوت يتحرك بطريقة ثانية يتحرك عن طريق التفكير تخيلت اليوم الايام انك انت مجرد تفكر انك تحرك روبوت روبوت يتحرك هل في روبوت يقرا افكارك؟ طبعا هذا الروبوت نحن ممكن نستخدمه في استخدامات كثيره في ناس مدادينه نقدر نطور فيه لكن الفكره هي مش في الروبوت نفسه الفكره كيف نحن كثلاث اشخاص فتره وديده صنعنا هذا الروبوت انه يقرا افكار ويبدا يتحرك ويسوي الاشياء اللي انت تفكر فيها ما تتكلم ما تشوف ولا شيء بس مجرد تفكر في شيء والروبوت يشتغل اسمع ان في حد يقول له شنو هذا يقص علينا هذا الروبوت يتحرك مش صدق
هذا الكلام كنت اقوله قبل 6000 قبل. مستحيل ان ممكن احنا نحارب روبوت نجرب تفكيره. لكن اليوم العلم يتطور بسرعه. لازم نحن نواكب هذا التطور. كيف طورنا هذا المجال؟ راح نجرب هذا الشيء ونشوف كيف هذا المشروع او كيف هذا الروبوت يتحرك. اسماعيل قد تكون اسماعيل راح يراوينا كيف ممكن يحرك هذا الروبوت وهل بالفعل يتحرك ولا لا. وهذا راح يبدا ان شاء الله قدامكم. مثل ما تشوفون هذا الجهاز يقع على الراس. اي شخص ممكن يقدر يلبسه ويقرا الافكار. لا تخافون ما راح يمسح الكاميرا. هذا بس مجرد يشوف الاشارات في الدماغ كيف يعني الخلايا كيف تتواصل معها ويحاول يقرا هاي الافكار. طبعا ما يقدر يقرا كل الافكار لكن اشياء بسيطه ندرب عليها. اسمعني شغل مخك اول بادي شغل. اسماعيل حاول يلبس الجهاز هذا. طبعا عقب ما شغل مخه وخلاه يحب شوي في البداية يحاول يوصل الجهاز. راح نشوف الحين ما تشوفون برنامج الاول نفتح البرنامج نحاول نشغل. مثل ما تشوفون الجهاز تعرف على مخ اسماعيل. الحين اسماعيل كل ما يفكر بشيء ممكن هذا الروبوت يبدا الكمبيوتر تتعرف على الروبوت ويبدا يرسل الاشاره. شو ممكن يسوي؟ حين اسماعيل بس مجرد يفكر من لفت يمين لفت يمين فكر يفتح الارض او الذراع فتحه. راح يفكر ان الروبوت يرجع الخلف يلفه. يلف الروبوت يمين هذا ما حد يتحكم فيه. خلال هذه الفترة احنا سوينا هذا الروبوت. ثلاث اشخاص اشتغلنا مع بعض عندنا حب ان احنا نخترع نصنع نسوي شيء جديد. هل كان هذا الشيء مستحيل؟ حد يقول فيه صعوبات. اكيد فيه صعوبات. قالوا ما في شيء مستحيل. لو احنا فكرنا مع بعض اشتغلنا كفريق حبينا نطلع شيء في النهاية راح نوصل. اهم شيء الشخص حاط له هدف حياته ويوصل. من انا صغير كنت افكر اني اكون مخترع واصنع شيء لله. والحمد لله اليوم بتعامل مع فريق اشتغلنا مع بعض سوينا روبوت يتحرك. يعني انا اقول لكم احد يقول هذا الشيء مستحيل نسويه. انا اقول لكم هذا مش مستحيل، هذا شيء ممكن نسويه. وكل واحد فيكم يقدر يسوي ويقدر يسوي احسن من هذا الشيء. في النهايه مثل ما انا سويت هذا الشيء انا متاكد ان كل واحد فيكم يقدر يسوي اكثر من هذا. لكن السؤال لازم نسال عمر كل يوم نسال من هذا اليوم هذا السؤال. شو عندنا نحن بلاد؟ شو قدمنا للمجتمع؟ هل قدمت شيء؟
بالمقارنه اللي قاعد احط اياه احنا ما قدمنا ولا شيء. ولازم نبدا نصنع ونسوي شيء للدوله ونخلي ونحط هدف ان نخلي الامارات هي الدوله الاولى